وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الكعبي، إخصائية معارض وإرشاد أول في صرح الميثاق الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم. مساء الخير أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، ميثاق العمل الوطني يخلد أسماء جميع البحرينيين الذين صوتوا على الميثاق في 14 من فبراير من عام 2001 ميلادية. هذا التخليد لأهم وأبرز منجز مدني حضاري في تاريخ البحرين الحديثة، كيف تصفينه وكيف تتحدثين عنه؟ صرح الميثاق الوطني هو رئيس سنة قصة شعب. مبادئ التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 من فبراير عام 2001 والتي بلغت نسبة 68.4 أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهات السامية بإنشاء صرح الميثاق الوطني. فعلى تكرام الصرح نحت أكثر من 220 ألف اسم لكل بحريني وبحرينية ممن كان لهم حق المشاركة، حيث أراد جلالته أن تخلد أسماءهم عبر الأجيال، وأن يكون هذا الصرح لكل مساهم بالفكر والعمل في بناء الوطن من الماضي والحاضر وإلى جيل المستقبل الذي يسهم في نماء الوطن. يوميا يستقبل الصرح طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية، حيث يتعرفون على قيم المواطنة والوحدة الوطنية ويفرض لهم العنان والإبداع على أسس من الاعتزاز والعطاء والمثابرة. نعم، الأستاذة فاطمة الكعبي، إخصائية معارض وإرشاد أول في صرح الميثاق الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.